علشان نفهم مؤسسات الرعاية الصحية بتدار ازاي بشكل افضل، محتاجين ان احنا نتعرف على مفهوم الصحة بشكل عام. الصحة هي محتاجين نتبنى المفهوم الايجابي او التعريف الايجابي للصحة وليس التعريف السلبي. التعريف السلبي هو غياب الصحة او هو المرض، ولكن المفهوم الايجابي للصحة ان هي حالة انسانية من الشعور بالحيوية والفاعلية بناء على توفر عوامل جسمانية وعقلية وعاطفية واجتماعية. لما بنشتغل على الصحة بهذا المفهوم الشامل بيكون عندنا قدرة على ان احنا نشوف ايه العوامل اللي بتساعد على توفر هذه الصحة، زي مثلا التغذية السليمة، زي توفر الراحة والنوم الكافي، زي ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وأيضا البعد عن المواد الضارة والمخدرات وما إلى آخره. طبعا واضح من التعريف ده أن الصحة بتختلف من زمان لآخر ومن ثقافة لأخرى، وبالتالي مهم جدا وإحنا بنتكلم على دور مؤسسات الرعاية الصحية أن إحنا نبقى شايفين تعريف المجتمع وفهمه للصحة وغيابها اللي هو المرض عامل إزاي. في الحقيقة ممارسة مؤسسات الرعاية الصحية لدورها بيتأثر بشكل كبير بالاهتمام المحلي والعالمي بموضوع الصحة. طبعاً مفيش شك إن في اهتمام كبير بموضوع الصحة بينعكس فيه إن منظمات الأمم المتحدة اتفقت مع حكومات الدول على مستوى العالم على ما يسمى أهداف التنمية المستدامة اللي حلت محل الأهداف الألفية الإنمائية. أهداف التنمية المستدامة الهدف الثالث منها بيتكلم على تحقق الصحة والحيوية الإنسانية لكافة الأعمار وكافة الفئات، وبالتالي هذا الاهتمام العالمي للصحة موثق وهو يعتبر إطار لعمل كافة مؤسسات الرعاية الصحية.